إذا عودة للمتابعة، نحن وياكم فكرة جديدة مع غيدا وشوفي بالسينما. جديد بالصلاة ومع أسبوع عيد العشاق، الفيلم الرومانسي Endless Love عن علاقة حب بتولد بسرعة وبتولد معها مشاكل عائلية عديدة. I'm seeing a difference in you. I feel like it's because of her. I'm kind of jealous. والفيلم الكوميدي About Last Night مع كيفن هارت وريجينا هول عن علاقات حب بتمرق بعدد من التجارب بالحياة اليومية. Oh, I'm getting it. You got it, baby. Girl, you look good. It looks really good. Hey, girl. Freedom! أما الفيلم الأنيميتد خومبا عم ينعرض بنسخة 3D عن حياة زيبرا عم بيحاول ينقذ عدد من الحيوانات مع أصوات جيك تي أوستن، ليام نيسن ولورنس فيشبيرن. عودة للمتابعة، نحن وياكم، وطبعا قبل ما نكفي نحن وياكم على الفيسبوك كمان، ولكن في عنا وقت هلأ لشف شادي ورشة ملح. اهلا وسهلا فيكم، معنا 3-4 دقايق هيك سريعين جدا، وبدنا نحكي عن العجينه اللي حكينا عنها امبارح اللي هي عجينه البقلاوه، والحشوه اللي عملناها امبارح كمان اللي هي حشوه السبانخ مع كمان الصوموفي مي او السلمون المدخن او السموكت سالمون مثل ما بدكم. شو عملنا اليوم؟ اول شيء امبارح عملنا اشتغلنا بالباف بيستري، اليوم عم نشتغل كمان بعجينه كمان البقلاوه. كل ورقه لوحدها بندهنها بالزيت، وتطلعوا كيف بنحطهم بهالطريقه. شوفوا كيف عم بشتغل، يعني انا بجي باخذ بحط شويه زيت هيك، وبجي بدهن الزيت الموجود على الورقه من وراء البقلاوه، وهون صارت الورقه مدهونه من تحت، بس انا بس اخذ ورقه هيك وحطها من فوق صار كمان من تحت في زيت ومن فوق ما في زيت. يعني انا هلا برجع بحط زيت كمان هون، عم تفهم علي كيف؟ يعني بنقلب الورقه بطريقه يكون الزيت او السمنه أو الزبدة بالنص، حتى بس نحطهم بالفرن كمان يستويوا معنا. وهيدي آخر ورقة من هون هيك بضل عنا هلا، أوكي؟ من هون ما في زيت ومن فوق ما في زيت، هلا من فوق ما عنا مشكلة، بنحط شوي صغيرة من الزيت هيك وبنجي، أوكي؟ ناخذ هالفكرة بسرعة، حطينا الزيت كلها سوا، وهلا بدنا نحط الحشوة. خلونا ناخذ فكرة كمان عن حشوة ممكن تنعمل، أو كيف ممكن نعمل حشوة لعجينة كمان البقلاوة ونعملها كأنها بقلاوة بس محشية بطريقة مالحة، يعني نحط فيها سبانغ أو نحط فيها سمك أو نحط فيها لحمة أو أشياء ممكن نكون نحن عاملينها قبل. يعني نحن تقول عاملين ستروجانوف مبارح، عاملين شاورما مبارح، باقي عنا دجاج من فصف صوف، فينا نشتغل بهالطريقة وفينا نحطه وفينا كمان نطعمه بكتير من الأشياء. واحدة منهم الخردل أو الموتارد الأنسيان، طلعوا كيف كمان بناخد هالحبوب من الخردل بهالطريقة، بنحطهم على كل ورقة البقلاوة. طلعوا كيف، شوي شوي مش ضروري كتير، لأنه الخردل كمان وخاصة الأونسيان كمان طعمته كتير قوية. وبجي أنا على الحشوة اللي عملتها امبارح من البصل، من الكزبرة، من السبانخ، مزبوط، وعملناها كمان حطينا فيها كمان السمو في ماء بقلبها. بجي أنا بمرغة بهالطريقة، طلعوا كيف. خلينا ناخد كمان نروح على الجوانب كلهم، لأنه بدي أقطعها أنا للحشوة اللي أنا عم بعملها. طلعوا شو حلوين، كلها 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 سوا. وبجي بطعم باي نوع من الاعشاب اذا بعد بدي. انا حطيت الكزبره بقلبها، بس جاي على بالي مثلا تنحط، قول حط فيها شوي صغيره من الرومارين او من الزعتر، بنحط فيها الزعتر بهالطريقه. جاي على بالي مثل ما انا حطيت الماسكربوني امبارح، حط اي نوع من الجبنه القابله للدهن. وبجي طلعوا شو عم بيصير، وحده اثنين من شدة مزبوط، طلعوا كيف هيك، ثلاثه، وهيدا هون شدينا مزبوط بهالطريقه. وبجيب الصينيه بحطها هون، طلعوا كمان الصينيه شو انا حاطط فيها، وببلش قطع وبحط بقلبها. طلعوا شو حلوين اذا انا بعملهم بهالطريقه الحلوه هيك، صار عندي البقلاوه المحشيه بقلبها السمو والسبانخ والمسكربوني بطريقه كمان كتير حلوه. هلا بحط عليهم شوي صغيره كمان من الزيت من فوق، لانه برجع بعيد انه انا الورقه الفوقانيه ما في عليها زيت، ما في عليها سمنه، ما في عليها زبده، مزبوط. وبجي بحطهم كلهم سوا بهالطريقه، وبندخلهم على الفرن الحامي حوالي ال 200 درجة، لأنه ما لازم يبقوا كتير بالفرن، لازم يستووا معنا بسرعة، يعني بحوالي 20 دقيقة ماكسيموم لازم يكونوا مستويين عنا. أكيد نهار اليوم
مش نهار الباف بيستري او مش نهار عجينه البقلاوه مع السبانخ، نهارنا هو اليوم هو شوربه البصل مع السيفود، نهارنا اليوم هو الدجاج مع الكاري. نترككم بعد حوالي او على 11:40. جوزيف، احسن حسناتي هي الصبر. ايه الله يصبرك عن جد. نحن وياكم مكملين عالم الصباح خفيف نظيف. اليوم رح تحكي كارلا عن موضوع الكيموثيرابي مع الدايت، شو الاكل اللي ممكن يتابع مع هالعلاج هيدا. خفيف نظيف. صباح الخير كارلا. صباح الخير جوزيف. طبعا انسان ما بيستغني مثل ما بيقولوا، في كتار عم يتبعوا هلا طبعا علاج الكيميائي. نعم. والدايت اللي معه كتير اساسي ومهم، يعني لانه في بعض القصص بتنصح، في بعض القصص بتضعف، في ريتنسيون دو، يعني بيعبي الجسم مي. مظبوط. في عندك اشخاص بيصير عندهم اسهال، اكتام، نفخات، ممكن يصير في عندنا تقرحات بالفم. امبارح بلشنا بالموضوع جوزيف وحكيت امبارح انا وغادة عن قديش الغذاء مهم لحتى نعالج او نتوقع من العوارض اللي بتترافق مع العلاج الكيميائي، ان كان لمرضى مرضى السرطان او اي علاج اخر بيتطلب انه ناخذ ادويه بتسبب هالعوارض. بس ردة فعله تختلف من شخص لاخر، وهو صحيح. في بعض الاشخاص بحسوا بالجوع زياده، وبعض الاشخاص بتنقطع شهيتهم عن الطعام. امبارح حكينا عن الاسهال وشو فينا نعمل حتى نتوقع من الاسهال، واذا صار في عنا اسهال شو هي الاطعمه اللي لازم ناخذها. بدي اذكر اقول انه اوقات كثير الادويه اللي عم ناخذها او العلاج الكيميائي بيقتل البكتيريا الجيده بالمصران، مش هيك؟ نحن لازم نكثر من الاطعمه اللي بترجع بتنمي هالبكتيريا الجيده. يعني مثل اللبن، صح، مثل انواع من الفايبرز اللي نحن بناخذهم بيرجعوا بتتغذى منهم هيدي البكتيريا الجيده. وبالتالي وقت يكون عندك اشياء مثل البريبايوتكس او بروبايوتكس بتحس انه انت البكتيريا عم تعطيك نوع من الوقايه وعم تلقط الجراثيم اللي ممكن هي تسبب الاسهال. اليوم حكينا على الاكتئاب، كمان اليوم رح نحكي عن التقرحات اللي معقول تطال الفم وحدية العلاج. صحيح. بتلاقي ممكن انه نسميها حمو، ممكن يكون نوع من الجرح المعترف او العباره المعترف فيها هي الحمو، وهذا مزعج جدا لانه بيطول ليصح، واوقات كل ما اخذت العلاج كل ما زاد، يعني في نوع من المرضى ما بيصحوا ما بتصيبوا منه. مشان هيك في عنا ليستا من لائحه من الاطعمه اللي ممكن انه نتبعها واللي كثير بتساعد. اهم شيء انه ناخذ اشياء طريه جوزيف. اوكي. يعني انا وقتها بدي اقول اشياء طريه بقول مثل بطاطا مسلوقه، بيوري يعني مهروسه. بدنا ننتبه انه ناخذ كمان اذا كان فواكه ما ناخذ الاشياء القاسيه اللي بتجرح الفم، افضل انه نطحنها. نفس الشيء بالخضره والسلطه، يعني اذا اخذنا الخضار تكون مطحونه على شكل سوب، ممكن تكون سوب خضار مطحونه او سوب عدس مطحون، او مثل ما قلنا البطاطا البيوري. السموذي اللي بتطحن فيها الفواكه هي وطازه بعدها، يعني مش ضروري تكون مطبوخه او معصوره، لان بعض انواع العصير بيحرق. يعني بدنا نقول كل شيء فيه اسيد كثير ما ناخذ منه لما يحرق كمان، يعني مثل الليمون، مثل الليمون والبرتقال، الكيوي. بينما اذا خلطت مثلا عملت سموذي حطيت فيه مانجو مع افوكادو مع شويه لبن مثلا او حليب، بصير اسهل انه تاخذهم وما بيزعج التقرحات. نفس الشيء وقتها بدنا نكون عم ناخذ سوائل، نجرب انه ما ناخذ السوائل اللي كثير حرارتها مرتفعه، يعني ناخذ الشاي بكون درجه حرارته انخفضت ما يكون عم بيغلي لحتى كمان ما يزعج. مثل ما بقولوا وقت الواحد يكون زعيم وعم يجوعه ما ياخذوا سخن كمان، يعني بنفس الطريقه لانه بيحرق. يلي بيساعد كثير جوزيف اذا اخذت الفاكهه مثلجه، تبين انه مثلا اذا حطيت عنب بالفريزر ثلجته كثير بيروق الوجع، يعني بتصير تحطها تاخذها بتمك وبتصير تدوب
وهي متلجة، نفس الشيء إذا قطعت مثلا كمان قطع من المانجو مكعبات صغيرة. بس هي هذه القصص الموجودة بتتم أوكي بتروق الوجع محله مثل صحيح. مسكن، ولكن هي طالعة من المعدة يعني لازم نعالج الأساس اللي هو المعدة. هو طبعا هي طالعة من المعدة، بس ما هي كمان التقرحات كلها جاية من سبب، أو السبب الأساسي هي العلاج الكيميائي. نعم. اللي هو عم بيخلي هل نوع من ال يعني السبب باقي مشان هيك صح. لازم ان لا مشان هيك بدنا نجرب نحن ان يعني نلاقي حل لحتى نخفف الاوجاع، لانه بالنهايه مش رح توقف العلاج. نعم. مضطر انه تاخده. هلا هو طبعا مع الوقت بيتعود الجسم وبصير مثلا التقرحات تصير اقل، او مثلا الاسهال ما يعود يصير، او الاكتئاب حسب الاشخاص العوارض اللي عم بتصيبها. وهون بالنسبه كمان للمشروبات ننتبه انه ما ناخذ اي شيء فيه كحول، نبتعد عن الكحول لان بتتفاقم مشكله التقرحات بالفم او الحمو. وكل الاكل اللي فيه بذر صغير كمان نجرب انه نبتعد عنه، بالإضافة لمثل ما قلنا أنا وياك جوزاف كل شيء فيه أنواع من الفيكا اللي فيها أسيد أو فيها نوع من الحموضة العالية مثل الحمضيات، على أنواع مثل ما قلت أنت الكيوي. نعم. وكل شيء فيه مثل ما قلنا بذور بتزعج وبتوجع التقرحات. بالنسبة للأشخاص مثل ما قلت جوزاف يلي بتنقطع شهيتهم عن الطعام، ومنلاقي أنه هني العلاج الكيميائي عم بيسبب لهم نوزيا او عم بيسبب لعين نفس او غثيان. حكينا عن الاطعمه اللي بتخفف من الغثيان، بس المشكله انه اذا ما في لعيه نفس بتلاقي انه هالاشخاص ما عندهم شهيه للطعام بغض النظر اذا عم تلعى نفسهم او لا. من هيك بدنا نجرب كل ما جاعوا شوي يكون في شي حد دغري ياكلوا، يعني يكون في خمس ست وقعات محل خمس ست وقعات. وكثير مهم انه مثلا نكون حدنا مثلا بذورات جوز لوز، يكون عندك بس في حمو ما ياكلوا جوز مثلا اكيد لا، ناخذ لوز مثلا او سنوبر. الجرانولا بارز كمان بيساعدوا لانه بتحس فيهم كل المواد المفيده والمغذيات مع الفايبرز، انما بقطع صغيره بقى بتاكلها وبتتغذى بسرعه من دون ما لازم من دون ما تاكل بكميات كبيره. كمان اللي بيساعد كثير انه نجرب ناخذ لبن مع الوجبات، نجرب كمان ناخذ بيض مسلوق فواكه مجففه. القمح والبرغل اللي بيقولوا انه كثير منيح بهيك حاله انه يتاخذ ويكون في علاج كيميائي كثير منيح. هلا المشكل انه اذا عندنا نحن الاشخاص اللي ما عندهم شهيه للطعام يمكن ما يتقبلوا البرغل، يعني يحسوا ثقيل او ما قالن قبلي مثلا، او مثلا فينا نعملها نسلق البرغل او القمح على شكل مثل ما بنقول سنينيه، يعني مع شويه سكر او عسل مع فاكهه مجففه، هيدي بيتقبلوها يمكن اكثر. وممكن كمان اذا سلقنا البرغل نحط معه لبن كمان. نعم. بيصير اسهل انه تتقبل. النصيحه الاكثر اللي بتكون خلال فتره العلاج الكيميائي هي بتكون تعبئه مي بالجسم. بالنسبه لزياده الوزن مثل ما كنا عم نحكي انا وياك جوزيف، ممكن انه تكون هي ووتر ريتنشن او تعبئه مي، بس كمان كثير بنلاقي اشخاص تحت الستريس تيفشوا خلقهم او يخففوا من ستريس بيزيد اكلهم بيصيروا بياكلوا اكثر. مشان هيك كمان هي مش هين الواحد يكون عنده تشخيص مرض مزمن مثل مرض السرطان، وخاصه هلا صاروا بينعطى مع العلاج الكيميائي كمان حبوب مهدئه. صحيح. وحبوب مهدئه بتعطي كمان شهيه كمان بتعطي وزن زائد من. نعم. هيك اهم شيء نحن نفكر انه عند الاشخاص اللي ممكن انه عم نلاقيهم عم بيزيد وزنهم. نعم. من بعد العلاج الفيزيائي او من بعد تشخيص المرض انه يكون اول شيء يكون في عندنا متابعه نفسية، لأن كتير بيأثر أنه نكون حايطين هالشخص نفسيا لحتى عم بيكون عم بفش خلقه وعم بيحكي مش عم بفش خلقه بالأكل، وهيدا زيادة الوزن رح تسبب له إحباط زائد. وبدل مثل ما قلنا نفس الشيء، يعني إذا الواحد ما عنده شهية للطعام. لا. مثل اللي عنده شهية زائدة على الطعام يحط حده أطعمة صحية، يعني مثل ما رجعنا قلنا فاكهة مجففة، بس الكمية بدها تكون أقل. يعني لا. عند الشخص اللي ما عنده شهية للطعام بنقول كل ما جعت كول، عند الشخص اللي عنده شهية مفرطة للطعام أو عم بياكل تا
تحت تأثير الستريس أو الضغط النفسي، أنه لا ما يكون المنفذ الوحيد هو الطعام، بالعكس يكون عندنا مثلا ظهرات أكثر، نلتهي أكثر، نحضر أفلام سينما، نروح عند الأصدقاء، هيدا بخلي الشخص يموت. اللي عم تحكي عنه بالغذاء اليومي إذا عندنا مشاكل سببها العلاج الكيميائي، ولكن ما قلتي عن الأكل يلي بيفيد العلاج الكيميائي، بيفيد مرض السرطان او بيضره، يعني هو اللي بدنا نقول انه الاطعمه اللي بتضر بدنا نجرب طبعا كل شيء نحن نحكي عنه بالمطلق، يعني ان كان اطعمه مصنعه فيها مواد حافظه كثيره، في عندك الاطعمه اللي بين هلالين معلبه، انواع من اللحوم اللي مصنعه مثل الانواع الشاركوتري اللي بيكون حاطين لها مواد حافظه كثير، هدول الاصناف بفضل لأنه نبتعد عنهم، لأنه ممكن هالمواد المضافة ما تكون من أصح الأنواع الأطعمة اللي فينا ناكلها. من هيك منجرب قد ما فينا نرجع للطبيعة، يعني أنا شو في أقرب شيء لألي مثلا خبز أو برغل أو قمح مسلوق، قمح مسلوق هلا هالدرجة الواحد يرجع لطبيعة الأكل. كيف نعمل مثلا عم نحكي نحن تشيكن ناجتس او صدر الدجاج، لا صدر الدجاج مثلا مشوي او مقلي، مشوي اذا عم نحكي لنقول فاكهه، فاكهه معلبه مقطعه معلبه او فاكهه طازه، في انا اشتريها طازه اشرها واسلقها، لانه اذا ما قادر اكل التفاح الني اذا عم بيوجع لي تمي او زعجني، يعني هذا اللي بدنا نفكر فيه. منفكر على طول انه نحن عم نحكي خمس حصص من الفاكهه والخضار بالنهار، ونجرب قد ما فينا ندخل الاشياء الطبيعيه مثل البهارات، مثلا العقد الصفراء، الكركمة، نحط البصل، الثوم. دراسه عملت مؤخرا عن الكركم يعني عقد الصفراء صح، قديش مفيد يوميا بكل المأكولات. هو العقد الصفراء هو مش ترجمه مضبوطه، لان هي العقد الصفراء هو النوع البهار الثمن مرتفع، بينما الكركما او التورمريك اللي هي شب او هيك تقليد بس لونها اصفر، تقليد العقد الصفراء. ما شو بيقولوا له شاف بالعربي الكركما؟ كركم. الكركم صح، الكركم. بقى من هيك نحن بنقول الكركم مش العقد الصفراء، لانه العقد الصفراء سعرها كثير مرتفع، بينما الكركمة او الكركم متوافره وعم نحطها بكل اطباقنا، يعني بتلون فيها الرز، الصفوف، المعكرون، بتحطها بالكاري، يعني ممكن انه نستعملها بكميات، بالاضافه طبعا كنا عم نحكي قبل وعملنا انا والشيف كثير حلقات سابقه، حطينا طبخات بالأرض الشوكة، حطينا طبخات بالخبيزة، بالزعتر، شو كمان شاف، بالركة، جرجير، كلهم هيدول الأعشاب الخضراء اللي فيها نسبة عالية من الانتي أوكسيدنت أو المواد المضادة لأكسدة الخلايا. شو عملنا كمان شاف، ذكرني، بالسبانخ استعملنا كمان الحبة، استعملنا كمان أرض الشوكة، استعملنا عملنا حمض الحصروم، الأرض الشوكي الأسبوع الماضي اشتغلنا فيه أنتي أوكسيدان كمان صح، بالكعب وبالورق، يعني كله هيدا بيفيد. بقى نرجع لهيدي الأمور لتساعدنا، يعني اللي ما تابع الحلقات يرجع لورا في أونلاين يتابع صحيح. الحلقات الماضية مع كارلا اللي عنده هالمشكلة وحابب يتعرف أكثر على نوع الغذاء اللي لازم يتناوله. تانكيو لك كارلا، شكرا لك، نشوفك على الأراضي يوم الجمعة بحلقة جديدة من خفيف نضيف. لكن المشاهدين مكملين نحن وياكم على الصباح، بس قبل خلينا أقرأ أنا وياكم كم كومنت. شو صفة كارلا يلي فيك بتفتقديها، صفة حسنة بتقولي يا ريت عندي إياها، يا ريت عندي إياها، وصعب إنه يكون عندي إياها. فكري إذا بدك نرجع لك. كل الصفات الحسنة. يعني مثلا في كتير سمارة يلي ما بيستاهلوا الطيبة، يعني طيبة القلب طبعا، يعني هيدي مهمة. سالي، التسامح والحنان وما تتسرع بالكلام، مزبوط، تسرع بالكلام هيدي من الصفات اللي لازم يكون واحد عنده إياها. لطيفة بتقول إنه صفة تكون محظوظة موجودة، بتحب تكون الموجودة فيها إنه تكون محظوظة، بس هيدي الحظ ما له علاقة، أي مش صفة. يعني روريتا تبطل اتكالية، مزبوط روريتا، معك حق. قال قيصر الفرج، وفعلا الصبر، يعني كمان أكيد معك حق، الصبر وطولة البال شغلة مهمة جدا، لأنه
كون موجود يعني. يعني كتار منكم عم يجيبوا الصمت والاكتام عن الأسرار، كمان هذه من صفة الحسنة. بتمنى كل واحد يقدر يشتغل اليوم على الصفة اللي ذكرها اليوم عبر صفحة الفيسبوك، أنه تصير موجودة عنده ويتعب عليها أكتر شوي. على كل حال ما لقيت شيء، معنا عم فكر بركي بكرة اليوم عشية ببعث لك إياها. بريك قصير وبعدها بنعود نحن وياكم للمتابعة مع أرض ورد مع كندا. خليكم معنا.